السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي أبطال وشطورات الصف الثاني ثانوي. هنحل مع بعض النهاردة Exercise 3، فرع الألجبرا، درس الأرثمتيك سيكونس. درس الأرثمتيك سيكونس الإكسرسايز بتاعه مجزأ إلى جزئين، جزء على الأرثمتيك سيكونس جنرالي وجزء على الأرثمتيك مينز. طبعا احنا هنحل كل جزء لوحده، يعني في الفيرست بارت اللي هو الفيديو الحالي احنا هنحل الجزء الأول. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده مع أول سؤال. هنا بيقول إيه؟ بيقول لي identify أو اللي هو الجزء الأول اللي هو identifying arithmetic sequence. يبقى السؤال الأول بيقول all the following sequence are arithmetic except. بص يا سيدي، لو عملت ده ماينس ده 4 هنا subtract 4 هنا subtract 4 يبقى دي arithmetic. quarter minus half negative quarter. 1 over 5 minus quarter مش negative quarter، يبقى هي دي الاختيار اللي انا عايزه، لان هو بيقول ان دول كلهم arithmetic ما عدا دي. طبعا لو جربت عملت ده minus ده وده minus ده وده minus ده، يعني كل element minus اللي قبله او كل term minus اللي قبله، هتلاقي ان الكلام صحيح. All the following sequence are arithmetic except برضه هنا. طيب على طول انا هختار الاختيار ده ليه؟ بص يا سيدي، علشان نعرف انه السيكونس arithmetic ولا مش arithmetic، انا عندي طريقتين. الطريقة الاولى اللي هي الشكل الاول من المسائل اللي انا بتكلم فيه، على ان انا باخد اي element minus اللي قبله، اي element minus اللي قبله، اي element minus اللي قبله. الشكل الثاني من اشكال المسائل اللي هي اللي بيديني الجنرال تيرم بالشكل ده. هنا لو انا عملت اي element minus اللي قبله، يعني ده minus ده وده minus ده وده minus ده واي term minus اللي قبله، هنا يبقى ما دام كل الريزلتس كونستانت يبقى ده هو الكومن ديفرنس. طيب في شكل المسائل اللي فيها الجنرال تيرم، بتبص على الجنرال تيرم، دي ايكويشن اوف فيرست ديجري. طب يعني ايه ايكويشن اوف فيرست ديجري يا مستر؟ يعني ال n فيها باور 1، ال n فيها باور 1 فدي arithmetic، وهنا ال n باور 1 arithmetic. طب هنا دي 2 باور n، يعني دي اصلا exponential function مش arithmetic، ودي n power 1 يعني دي linear اللي هي of first degree، ال n power 1 يبقى arithmetic. طب كمان كم ممكن يديني ايه هنا؟ كم ممكن يديني من الاختيارات؟ مثلا 7 اي constant من غير n خالص، هتقولي دي مش power 1 ما تنفعش. لا، ال constant function هتبقى linear، linear برضو. ليه؟ لان هي عباره عن straight line. دي اصلا احنا قلنا واحنا بنشرح ان ال constant function هي عباره عن arithmetic sequence. طيب from the following هنا sequence، الـ arithmetic sequence is A. طبعا دي مش arithmetic ليه؟ لأن فيها n في الدينومينيتور، ودي لأ لأن دي في second degree، ودي الـ factorization بتاعها هيطلع عبارة عن n minus 1 في n power 2 plus n plus 1 على n power 2 plus n plus 1. إيه ده؟ يعني ده راح مع ده. طيب يبقى دي هي اللي مين؟ الارثمتيك. يبقى ده هو الوحيده الارثمتيك، لان في السيمبلست فورم في الاخر طلعت n minus 1 يعني of first degree. طب هنا يا جميل الملامح برضو نفس الكلام، لو دخلت ال 3 over n times جوه، يبقى انت عندك 3 over n times n ب 3 plus 2 over n اللي هي 6 over n، 2 times 3 over n 6 over n، بقى عندي n في الدينومينيتور. طبعا دايما في البداية الأسئلة اللي في الأول بنسترس فيها على شرح الفكرة، بعد كده بنبدأ نحل بشكل مباشر. هنا بيقول لي the sequence tn is an arithmetic sequence if and only if. هنا بيقول لي مين؟ ال n greater than ال 1. امتى بتكون arithmetic؟ لو كان الصم بتاع أي consecutive terms constant. لا غلط. لو كان ال division constant. لا. لو كان tn minus 1 plus tn equals 2tn، وهنا بيقول لي لو كان tn plus 1 minus tn equal 1 over tn، برضو ده مش constant. طب تعالى بقى نرجع لده، هو ده معناه ايه اصلا؟ بص يا سيدي، هو هنا واخد tn plus 1 minus tn minus 1، يعني ايه؟ يعني انا لو عندي هنا tn minus 1 اللي بعده tn اللي بعده tn plus 1، حلو الكلام ده. انا لو عملت، لو هي arithmetic sequence، خلي بالك ان ده minus ده بدي، وده ماينس ده بكام؟ بدي، وده ماينس ده ب2D. الاليمنت اللي في النص ده، لو انت شاطر وحاولت تحسب، يعني انت لو اخدت ده مثلا سميته A
وده a plus d وده a plus 2d، صح؟ عشان كل مرة بزود دي. ركز كده واعمل لي السمشن بتاع الاتنين دول، هيبقى a و a و 2d يعني 2a plus 2d. لو أخدت منها 2 common factor هيفضل عندي a plus d، اللي هي فكرة الارثمتيك مين. تمام، يبقى على طول الاختيار الصحيح هو مين؟ الاختيار الصحيح هو الاختيار c. هنشوف question number 5، بيقول لي ال nth term of arithmetic sequence 3 5 7 equals كام؟ طيب هنا عشان نطلع ال nth term الموضوع بسيط جدا، قلنا الرول بتقول ايه؟ لو انا هشتغل بطريقه الدرس الاول خالص هقول لك هو كل مره بيزيد كام؟ 2، يبقى هتقول لي 2n، وبعدين هتعمل ايه؟ هتاخد ده اللي هو 3 minus 2 ب 1 يبقى plus 1، يبقى ده صح 2n plus 1، ادي تمام كده. طب لو عايز اشتغلها بطريقه الجنرال تيرم، ال a هو بكام هنا يا شباب؟ ب 3 بلس، هتروح قايل n minus 1 تايمز الكومن ديفرنس اللي هو تايمز 2. لما تيجي تدخل الملتبلاي 2 جوه البراكتس فهتبقى 3 بلس 2 تايمز n 2n، و2 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2، يبقى الكلام ده يا جميل على طول ايكوالز 2n بلس 1 اللي هو نفس الفكره اللي فاتت. هنا بعدين بيقول ايش؟ نقول ان 2a plus 1 و5a minus 1 و6a plus 3 are 3 consecutive term in arithmetic sequence، يبقى ال a equals كام؟ عايزين نركز. اول حاجه عندك يا جميل المفروض ان ده minus ده يبقى constant، وده minus ده نفس الكونستانت، مش فاهم. خد يا حبيب قلبي الترم ده minus الترم ده، 5a minus 2 ب3a ونيجاتيف 1 ماينس 1 بنيجاتيف 2 ايكوالز، هتاخد برضو الاليمنت ده ماينس ده، فانت هتقول لي 6a ماينس 5a ب-a صح؟ و3 ماينس نيجاتيف 1 ب4 يبقى بلس 4، جمع الايهات مع بعض والنمبرز مع بعض، ادي 3a ايكوالز دي هتروح تبقى بلس يبقى 4 بلس 2، تبقى ال-a بكام يا جميل؟ 3. هنا احنا علينا question number 7، معلش انا عايز ارجع في البيج اللي قبلها، تقريبا في سؤال كان وقع، لان انا فاكر ان كان في فكره من الافكار شرحناها وكانت في اول الاكسرسايز، ايوه اللي هو question 5. question 5 احنا ما حليناهوش صح؟ طب تعالى نشوف question 5 يتحل ازاي. بيقول لي general term of the sequence a و a plus d و a plus 2d and، خلاص هنا كده ده الفيرست term، وبعد كده يا جميل انت كل مره بتزود دي. لو عايز تفكر فيها بنفس الطريقه العاديه هتقول ان هي عباره عن مين؟ هتقول دي صح؟ اللي هو الزياده اللي كل مره بتزيد، يبقى هتقول دي ان، وبعد كده هتاخد الفيرست element ماينس اللي موجود ده اللي هو ال دي، فهتقول لي a ماينس دي يبقى بلس a ماينس دي. تاني انا عملت نفس الطريقه العاديه اللي انا بشتغل بيها، اللي هي أول حاجة بنقول عشان أنا كنت بقول بشوف هو بيزيد كل مرة كام؟ بيزيد دي، فأروح قايل دي إن، وبعد كده الدي دي اللي هو بيزيدها كل مرة هاخد A ماينس دي يبقى A ماينس دي. الكلام ده فين؟ الكلام ده هو نفسه الاختيار مين؟ دي. طب أنا مش عايز أشتغل كده، عايز تشتغل إزاي يا حبيب قلبي؟ عايز تشتغل بالجنرال رول، قايل تي إن إيكوالز A بلس إن ماينس 1 تايمز الدي. طب ما هتدخل ال دي جوه البراكتس هتبقى a plus n d او d n minus d، صح؟ لما تيجي ترتب الكلام ده هتلاقي انه ال n d اهي اللي هي d n plus a minus d، هي يعني، بس الموضوع موضوع ترتيب برضه، هو ده نفس الاختيار. عشان انا افتكرت بس لان السؤال ده كان انا كنت يعني حليته للشباب، فقلت كويس ان انا افتكرته علشان ما نقولش ان في سؤال وقع. هنا بقى السؤال اللي بعده نقول لي 29 و x و 3 x و 25 arithmetic sequence، يبقى ال x equals كام؟ كان عندنا سؤال برضو شبه ده بالظبط كده في ال exercise بتاع الشرح اللي هو شرح السيشن. كنا بنقول ايه يا جميل؟ كنا بنقول انه يعني ايه arithmetic sequence؟ يعني ده minus ده constant وده minus ده نفس ال constant، يعني من الاخر x minus 29 equals 95 minus 3x، بس كده بس كده من غير ما تقعد تعمل أي حاجة. طيب هنعمل ده ماينس ده، سوري ده ماينس ده إيه؟ هنجمع الإكسات في ناحية والنمبرز في ناحية، يبقى هنجيب الـ negative 3x هنا هتبقى
3x، يبقى x plus 3x equals 95 plus 29. طبعا الكلام ده 4x equals، هتعمل adding يا جميل الملامح هيديك 124. بعد كده يا جميل هتعمل divide 4 اللي هي تبقى 31، يبقى على طول الاختيار الجميل هو 31. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 9. 36 و A و 24 and B are consecutive terms in arithmetic sequence. يبقى ال B equals كام؟ بص يا جميل الملامح، انت عندك ايش؟ اول حاجة هتعمل ايه؟ هتعمل نفس الخطوات اللي فاتت. يعني ايه مستر؟ يعني ده ماينس ده ايكوال ده ماينس ده ايكوال ده ماينس ده. طب يلا، يبقى A minus 36 equals 24 minus A. بس كده، ده ماينس ده ايكوال ده ماينس ده. طب انا مش عايز البي، ما هو انت علشان تعرف البي لازم تجيب الفاليو اوف A. يلا هنجمع الايهات مع بعض، النيجاتيف A دي هتيجي هتبقى A مع A تبقى 2A ايكوالز، والنيجاتيف 36 تروح تبقى بلس 36 يعني 6. يبقى الـ A يا جميل الملامح بقت بكام؟ بـ 30. خلاص انت كده تقدر تحدد الـ D؟ اه، من غير ما احدد الـ D انا مش عايز اعمل الكلام ده، انا عايز اعمل ان B minus 24 equals 24 minus 30. طبعا هتودي دي هناك، يبقى الـ B equals 48 minus 30 بـ 18. خلاص كده؟ ايوه، اللي هو الاختيار مين؟ اللي هو الاختيار C. Question 10 بيقول إن الـ x and y and 3x plus y equals and x plus 3y plus 2 and is arithmetic sequence. ده خلي بالك، ده term، ده term، وده term، وده term. فيها أهمية كبرى هنا للكلام ده لسبب، لأنه أنت لازم تبقى عارف إنك بتعمل إن الـ term minus اللي قبله أو minus اللي بعده constant. فتعالى يا جميل نركز. أنت لو عملت y minus x هتبقى equals مين؟ هتبقى equals ده minus ده، صح؟ اللي هي 3x plus y minus y اللي هي ب3x. ادي equation. نفس الكلام لو عملت ده minus ده، انا قلت هنا 3x plus y minus y، طبعا شلت ال y منه. طب ده اللي هو 3x plus y minus y اللي هي برضو ب3x، equals كام يا جميل؟ ده minus ده. طب يلا نجرب، ادي x plus 3y plus 2 minus الكلام ده x minus 3x ب negative 2x و 3y minus y ب 2y، ادي plus 2y وال 2 طبعا زي ما هي، ادي plus 2. يبقى ادي equation تانية. عايزين نركز بقى مع ال equations دول، عشان كده انا عندي 2 equations ومش عارف اعمل حاجة بيهم. لازم اخلي ال 2 equations فيهم x y في side وال number في side، فدي هتيجي هنا تاني، هتبقى y minus 4x equals 0. خلي بالك انا حطيت الواي الاول، يبقى التانية هعمل فيها نفس الكلام. يعني هجيب الواي دي هنا فهتبقى نيجاتيف 2y. طب ليه كتبتها في الاول؟ عشان الواي في الاول، ما تعملش مشكلة لنفسك، يعني ممكن نقلب برضو. يعني ال 2y جت هنا فبقت نيجاتيف 2y، والنيجاتيف 2x لما تيجي هنا هتبقى 2x مع 3x يبقى بلس 5x equals كام؟ equals 2. نرجع بقى يا جميل الملامح ونشوف الحل اللي احنا هنعمله هنا ايه. طبعا هنا علشان تحل الايكويشن بشكل مباشر هتعمل ده تايمز 2. ليه؟ عشان تبقى دي 2y، 2 تايمز y ب 2y minus 8x equal 0. تعمل adding لل 2 equations، الواي راحت مع الواي، يفضل عندك هنا يا جميل ايه؟ 3x مع 5x minus 8 ب negative 3x equals كام؟ 2. يعني ال x equals negative 2 over 3. خلصت لسه خالص، ارجع تاني للإكويجن. انت عايز ال y صح؟ هتبقى equals، طبعا دي هتروح هناك ب 4x، يبقى انت عندك 4x يعني 4 times negative 2 over 3 اللي هي ب negative 8 over 3. خلصنا كده برضو لسه، انا عايز y minus x. طب y minus x هنعمل فيها ايه؟ هتاخد ال y اللي هي negative 8 over 3 minus ال x اللي هي الفاليو بتاعتها بكام؟ بنيجاتيف 2 over 3. الكلام ده هيطلع بكام يا جميل؟ يطلع بنيجاتيف 6 over 3، صح؟ اللي هو نيجاتيف 2، دي اللي هي y minus x، بس هو كان طالب x minus y، يبقى على طول الإجابة هتبقى 2.
2، لأن أنا بعكس طبعا، مادام x ماينس y بنيجاتيف أو y ماينس x بنيجاتيف 2 يبقى x ماينس y بكام يا جميل؟ ب2. طيب السؤال اللي بعده على طول بيقول لي the number of terms of sequence دي equals، كان الموضوع برضه سهل جدا. أنت هتعمل إيه يا جميل؟ أول حاجة أنت عندك الـ a equals 2، الـ d equals كام يا جميل؟ 8 minus 2 6، 14 minus 8 6، يبقى d equals 6. خلاص؟ يبقى أنت هتيجي تكتب الـ general term اللي هو 2 plus n minus 1 times d اللي هي بـ 6 equals كام؟ equals 68. ليه؟ ما هو ده الجنرال تيرم أو ده الانث تيرم اللي أنا عايز أعرف الأوردر بتاعه، هو عايز يعرف النمبر أوف إليمنتس. كل اللي أنت تعمله هتودي دي ماينس، يبقى الـ n ماينس 1 equals على طول هتودي دي ماينس ودي بلس، عشان الكلام ده أنت هتستخدمه كتير. أول حاجة هودي دي ماينس وهتبقى 68 ماينس 2 أوفر الـ 6. ليه؟ لأن بعد ما وديت ده سبتراكشن هودي ده ديفيجن، يبقى n ماينس 1 equals 68 minus 2 66 over 6 11، يعني ال n equals 12 عشان negative 1 هتروح تبقى plus 1 يعني 12. هي number of terms. طيب السؤال اللي بعده على طول يا جميل الملامح، question 12. The last term in arithmetic sequence whose first term equals 3 and the common difference equals 3 and has 25 terms. خلاص عادي، last term يعني عايز ال 25 اللي هو t25 equals كم يا جميل؟ the first term 3 يبقى ادي 3 plus n minus 1 اللي هو 25 terms، صح؟ يبقى ال n minus 1 هتبقى 24 times the common difference اللي هو 5. بس كده؟ اه بس كده. هنا هقول 3 plus 24 times 5 اللي هي 123 عادي. هنا البي السؤال اللي بعده اللي هو question 13 بيقول لي the 10th term of arithmetic sequence، يعني 10th term يعني t10. طب هي هنا بتزيد كام؟ ركز بقى معايا جميل بالراحة علشان الدنيا تبقى حلوة معاك. أولا ده الـ A، الـ A بروت 3 صح؟ لو انت جبت ده على الكالكوليتر وعملت ده ماينس ده، هو أصلا الـ 12 دي عبارة عن إيه؟ مش الـ 12 دي عبارة عن 2 root 3؟ أيوه، يبقى 2 root 3 ماينس root 3 بروت 3، يبقى دي برضه بروت 3. مش فاهم، جرب اعمل ده ماينس ده بالكالكوليتر وده ماينس ده بالكالكوليتر، اصلا دي روت 3 ودي 2 روت 3 ودي 3 روت 3، يبقى اصلا الدي ايكوالز روت 3 اللي هو ده ماينس ده او ده ماينس ده يديك روت 3. طيب هو عايز 10th term، يبقى على طول 10th term ده يا جماعه دايما بيبقى عباره عن ايه؟ a plus 9d صح؟ طب 7th term a plus 6d، لان انا بعمل n minus 1. ال a اللي هي روت 3 plus 9 روت 3 اللي هي تطلع 10 روت 3. طب ال 10 روت 3 بكام يا جميل؟ اللي هي روت 300 اللي هو الاختيار مين؟ بي. طب هتعمل ازاي او بتعرفها ازاي؟ بتدخل ال 100 جوه الروت تبقى باور 2، فهتبقى روت ادي ال 3 زي ما هي تايمز، وال 10 جوه الروت تبقى ايه؟ 10 باور 2 اللي هي تطلع ب 300 تحت الروت. السؤال اللي بعده اللي هو question number 14، ماذا يقول؟ Question 14 هنا بيقول إيه يا جميل؟ بيقول إنه the value of the middle term of the sequence، مين الـ middle term؟ ركز بقى يا جميل، إزاي هعرف الـ middle term؟ أسهل طريقة علشان تجيب الـ middle term ببساطة شديدة جدا لأي sequence إنك تاخد الأول plus الأخير over 2، بس كده؟ آه والله بس كده. طيب يلا نقول أهو الـ first plus second over 2 يعني 2 plus 128 over اللي هي 130 over 2 بكام؟ ب 65، يبقى هيبقى 65 اللي هو الاختيار C. طيب لو انا عايز احل بطريقه ثانيه، انا عايز اقول لك على معلومه كده هتفيدك. انت عايز تعرف النمبر اوف تيرمز دول كام؟ فاللي فيها ليها طريقه سريعه جدا، يعني في طريقتين. الطريقه الاولى انك تستخدم زي ما انا قلت كده او زي ما حلينا من شويه في سؤال سابق، انك انت تقول لي الجنرال تيرم equals ال a اللي هي 2 plus n minus 1 اللي انا عايز احسبها times d اللي هو ال common difference، هنا عندك 5 minus 2 ب 3 وتقول ان هو equal 128 وتشتغل عادي جدا، صح؟ اه. طب هل في طريقه ثانيه؟ اه في طريقه ثانيه، لو انت شاطر هتعرفها وتشتغل بيها على طول. هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، الطريقه اللي انا هقولها لك دي هتنفعك لو انت عايز تعرف number of terms بطريقه مختصره، تمام؟
اللي هي هتاخد آخر element اللي هو ال 128 minus ال first element اللي هو 2 over ال d اللي هو ال common difference طبعا ب 3 واللي هيطلع تعمل له plus 1. ده يطلع لك اللي هو ال number of terms أو ال order بتاع ال term ده. يبقى ال term اللي أنت عايز تحسب ال order بتاعه ال n بكام minus ال first term over ال d plus 1. طبعا الطريقة دي مش اختراع ولا حاجة، هي من الرول العادية. طب يلا الكلام ده ب 126 over 3 اللي هي 42 plus 1 يبقى 43. طيب دلوقتي انا برضه عايز اقول لك طبعا السؤال ده حله اسهل واسرع طريقة اللي انا قلت لك عليها، last minus the first over 2 هيطلع لك على طول ال order of او ال value of the middle term. لكن انت دلوقتي انت بتعمل يعني حاجات او هتستفيد شوية معلومات علشان تطلع مثلا ال order of the middle term بشكل مباشر، مش دي 43؟ اه ركز معايا بقى يا جميل، لما هما 43 elements كلهم 43 elements يبقى ال order of middle term كام؟ هتبقى 43 plus 1 over 2 اللي هي تطلع ب 22، يعني ال order بتاعه اللي هو 22. طب تعالى نجرب، يلا عايزين نطلع ال order بتاع ال element اللي equal 64، يعني ال order of element which equal 64. يبقى انت يا جميل هتقول لي ايه؟ a plus n minus 1 times d equals 65 sorry. طيب ال a بكام؟ ال a ب 2 plus ال n minus 1 اللي هو احنا قلنا 22 minus 1 يعني 21 times d اللي هو equals كام؟ ب 3. هل هو 65 ولا لا؟ اه يلا 2 times 21 times 3 بكام يا جميل؟ اللي هي 63 plus 2 65. صح تمام. يبقى احنا كده بس اتعلمنا كام معلومه، اتعلمنا ازاي نجيب الميدل تيرم اللي هو last term minus the first term over 2، ده هو الميدل تيرم. طب الاوردر اوف ذا ميدل تيرم بتجيب النمبر اوف تيرمز الاول وبعد كده بتشتغل بالرول دي. النمبر اوف تيرمز بعمله ازاي؟ last term minus the first term over d واللي هيطلع تعمله plus 1، ده كده النمبر اوف توتال تيرمز. طيب في معلومه ثانيه، هو لو الـ number of total terms odd يبقى أنا عندي middle term واحد. طب لو الـ number of total terms even كنت هتاخد two middle terms اللي هو n over 2 واللي بعده، بس أنت مالكش دعوة يعني بالقصة دي، خليها لحد ما تجيلنا علشان ما تتلخبطش. السؤال اللي بعده اللي هو question number 15، قولي the arithmetic sequence the order of the term whose value equals 102. خلاص الموضوع سهل، الـ a عندك equals كام؟ بـ 12. الـ d equals كام؟ 14 minus 12 ب 2. يبقى انت كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه؟ هتقول انه 12 plus n minus 1 times d اللي هي times 2 equals كام؟ 102. يبقى ال n minus 1 يا جميل الملامح equals 102 minus 12 over 2. الكلام ده اللي هي n minus 1 equals 102 minus 12 90 over 2 ب 45. يبقى ال n equals 46. خلاص طيب هو هنا the value of the middle term، خلصنا the arithmetic sequence ال term اللي هو t كام؟ t 46 اللي هو الاختيار c. نشوف السؤال اللي بعده على طول، هو question number 16 بيقول لي the arithmetic sequence هنا the order of term whose value equals 0. هعمل نفس الرول على طول، تعمل ايه يا جميل؟ هتقول لي ان ال a بقى اللي هي عندك كام؟ 22 plus n minus 1 times d، d اللي هي كام يا جميل؟ 20 minus 22 negative 2، ادي negative 2 equals كام؟ equals 0. ليه؟ ما هو قال ان ال value بتاعته 0. ودي دي هناك يبقى ال n minus 1 equals negative 22 over negative 2 عفوا، ودي دي subtract ودي divide تطلع ب 11، يبقى ال n equals 12، يعني ال order equals 12 اللي هو الاختيار c. السؤال اللي بعده اللي هو question number 17 بيقول لي the order of the term whose value is 7 هنا equals كام؟ بص يا جميل، انت عندك هنا اول term quarter يبقى ال a quarter، واللي بعده half، فهتعمل half minus quarter بquarter يبقى دي برضه بquarter. جميل جدا، عايز ال term whose value 7 يبقى هتروح قايل لي انه ال quarter plus n minus 1 times d اللي هي quarter برضو equals كام؟ equals 7. ليه 7؟ هو قال ان ال value 7، يبقى هتودي دي هناك subtract
يبقى ال n minus 1 equals 7 minus quarter over quarter. يبقى ال n minus 1 equals كام يا جميل؟ طبعا انت عندك ال 7 minus quarter دي اللي هي تطلع ب 20 7 over 4 عشان دي 28 over 4 over quarter يعني times 4 ب 27. طب خلاص خلصنا، لسه ال n equals هتودي negative 1 plus تبقى 28. في 28 موجود اهو، هو الاختيار C. آخر سؤال عندي في البيج بيقول the value of T15 from the end. ركز معايا يا جميل، في طريقتين لحل السؤال the value of from the end، وبعدين هتبدأ تفكر علشان الكلام ده هتحتاجه في secondary 3. يعني ايه ال value of T15 from the end؟ خلي بالك انا هحل ب two ways، يعني two methods، والاتنين مختلفين تماما. الأول ان انا اجيب ال order of T15 from the end. هو أول حاجة الـ number of terms، الـ number of terms equals كام؟ هنا وهقولك في الآخر تستخدم الطريقة دي إمتى والطريقة دي إمتى، مع إنه هو الطريقة التانية هتبقى أسهل، الطريقة التانية دايماً هتكون أسهل، ما دام أنت عندك الـ last term. طيب، أول حاجة تحدد الـ order بتاع الـ negative 61، وبعدين يعني خليني أقول هشرح الكلام ده بس مش هحله. لو حددنا الـ order يبقى علشان تجيب الـ T15 from the end، ركز. أو خلينا حل علشان أقول ده، معلش برجع في كلام كتير أنا، علشان بس علشان لو احتجت الفكرة دي تبقى أنت عرفتها، خلاص مش هنخسر حاجة. الـ A equals 19 والـ D equals negative 4، لأن ده ماينس ده بنيجاتيف 4، يبقى هتروح تقول لي إنه 19 plus N minus 1 times negative 4 equals negative 61. ودي 19 هناك، يبقى N minus 1 equals كام؟ negative 61 minus 19 اللي هي تطلع بكام؟ ب 80 أو negative 80 over negative 4، طبعا هنودي ال negative 4 divide على طول تطلع ب 20، يبقى ال n طلعت ب 21. طيب خلاص يا جميل، لو هو طالب منك ال order of the term يبقى على طول هتروح قايل إن ال order of the 15th term from the end equals كام؟ ركز يا جميل، مش هما كلهم 21؟ اه، يبقى تاخد 21 minus ال 15 plus ال 1 بس كده، اللي هي تطلع كام يا جميل؟ 7th. يبقى ده هو 7th term from beginning، يبقى ال 15th term from the end هو 7th term from the beginning، وبعدين تطبق الجنرال رول عادي. طيب انا مش عايز او نطبقها، يلا احنا مش خسرانين حاجه اهو. 19 انت قاعد مرتاح وانا اللي قاعد بحل مفيش مشاكل، plus n minus 1 سوري انا قلت 7th، يبقى 6 times negative 4، يبقى على طول يا جميل عندك هنا negative 24 وال 19 يبقى negative 5 على طول. خلاص، طب ايه الطريقة التانية اللي هي اسهل بكتير جدا؟ ان انت عندك ال first term وال last term وعندك الدي، وهو عايز ال 15th from the end، تقلب السيكونس كلها. يعني ايه اقلب السيكونس؟ يعني هنخلي ان ال first term هو 61 وال last term هو 19 والدي عندي اللي هو كام؟ ده ماينس ده، خلي بالك ان الدي انت عندك هتقلبه برضه، ده ماينس ده بنيجاتيف 4، يبقى هتبقى كأن الدي ايكوالز 4. تاني مش فاهم، هتاخد اللاست تيرم وهتعتبر ان هو فيرست، والفيرست هتعتبر ان هو لاست، مش هتحتاج طبعا ده خالص، بس يعني لو اتعاملت معاه، والدي تقلبه لو كان نيجاتيف 4 بقى 4، لو 4 يبقى نيجاتيف 4. طب وبعدين يا جميل تشتغل عادي جدا، هتقول نيجاتيف 61 بلس طبعا ال n minus 1 اللي هي 14 تايمز دي، بقى دي جديده بقت بكام؟ ب 4، يبقى عندك نيجاتيف 61 بلس الكلام ده ب 56 اللي هو برضه هيدي لك نيجاتيف 5. يبقى انا فهمت القصه دي ولا لا؟ طيب معلش هقول تاني من الاول خالص، سؤال زي ده هحله بالطريقه دي ولا بالطريقه دي؟ طبعا بالطريقه دي قولا واحدا، ما دام عندك الدي واللاست تيرم وعايز ال nth تيرم فروم ذا اند يبقى هتحل بالطريقه دي. طيب لو انت عندك هنا مثلا محتاج الاوردر اوف تيرمز، هتشتغل بالطريقه دي، وخلي بالك من الرول اللي هي n minus 1 اللي ما كتبتهاش، اللي هي n minus k plus 1. ال n يا جماعه اللي هو ايه؟ النمبر اوف تيرمز، واللي هو الاوردر اوف ذا لاست تيرم، وماينس ال k اللي هي الاوردر اللي انت عايزه بتزود عليه 1. تمام؟ طيب تعالوا نقول السؤال اللي بعده على طول، اللي هو question 19. The value of the 10th term from the end. جميل جدا، نفس الفكرة، خلاص يلا نطبق الرول. ادي ال A هنا عندي بقت كام؟ 47. يا مستر دي مش A عادي، ما انا قلبت الدنيا، ما هو قال 10th from the end،
يبقى 47 plus 10th from the end يعني 9، لأنه ده 10th فهناخد n minus 1 تبقى 9 times الـ d. يا جميل خلي بالك ده minus ده بـ 2 الـ d بقت negative 2. ليه؟ ما أنا قلت بعكس الـ d وباخد last term بخليه first term، يبقى 19 minus 17 بـ 2 يبقى هتبقى negative 2. يبقى أنت يا جميل عندك على طول 47 minus 18 اللي هي equals كام؟ 29 اللي هو الاختيار A. السؤال اللي بعده اللي هو question 20. The number of terms of arithmetic sequence is n, then the number of term أو the term whose order is k. دي الرول اللي أنا لسه قايلها لك، أنا مش قلت لك n minus k plus 1، في الكلام ده في الاختيارات أهو. طب أنت عايز تفهم دي جت منين؟ بص يا سيدي، أنت عندك هنا term وهنا term وهنا term وهنا term وهنا term وهنا term. For example يعني أدي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. خلي بالك لما أقول لك second term from أو second term from the last يعني إيه؟ أو from the end، يبقى ده وده يبقى T5 صح؟ طب هما أصلا كام؟ 6 minus، أنا قلت second يعني minus 2، لازم أزود لها 1 هيديني فعلا 5 كده، فهمت؟ بس هي الرول n minus k plus 1. The number of terms of arithmetic sequence is 20 and the fourth term from the end is كام؟ هنا هيبقى إيه؟ الاوردر بتاعه خلاص هتطبق الرول بتاعتك اللي هم اصلا كلهم 20 minus the fourth plus 1 يطلع بكام 17. السؤال اللي بعده the order of the first smaller term than negative 180. يلا كده دخلنا بقى في الفكره الثانيه من الدرس. الفكره دي بتقول ايه وركز معايا علشان طريقه الحل في كل الاسئله اللي ورا بعض دي غالبا هتكون زي بعض. the order of the first smaller term أو term smaller than negative 180 هنا equals كام؟ أولاً الـ A بكام؟ بـ 64. الـ D بكام؟ 61 minus 64 بـ negative 3. حصل؟ تمام. الـ general term اللي هو عبارة عن إيه؟ 64 plus N minus 1 times الـ D اللي هي بـ negative 3. خلاص استنى بقى لحد هنا وستوب. هو أنا قلت لك إن الـ value بتاع الـ term equal حاجة ولا هو less than؟ هو less than كام؟ less than negative 180، يبقى less than negative 180. يلا يا جميل هتروح قايل ان ال n minus 1 وتقول times negative 3. طب اشمعنى دي هعملها على 2 steps؟ عشان دي negative، وركز معايا في اللي هعمله. less than هتودي 64 بماينس، يبقى negative كام؟ 64 negative 244. الكلام ده جميل ولا مش جميل؟ غالبا مش جميل، لان دي لما تروح هناك negative 180 ونegative 64 يبقى negative 244، يبقى جميل جدا. دلوقتي هتعمل divide negative 3، تخلي لي بالك يا جميل وانت شغال هنا عشان ما ازعلش منك. لما تعمل divide negative السمولر تبقى greater والgreater تبقى smaller. طب لو equal تفضل زي ما هي. هتعمل negative 244 over negative 3. يبقى ال n minus 1 هتبقى greater than، طبعا تعمل division فهتطلع 81 and third. أو 81.3 ده اللي هيطلع لك على الكالكيوليتر. هتودي النيجاتيف 1 دي هناك بلس، يبقى الـ n greater than 81 and third plus 1 يبقى 82 and third. هنا بقى عايزك تركز معايا، مين الـ number أو الـ integer اللي هو الـ positive integer اللي greater than الـ 82 and أي حاجة اللي هو الـ 83 على طول، يبقى الـ order 83 بشكل مباشر. طب لو كانت smaller، مين الـ smaller than الـ 82 and third؟ يبقى هتاخد الـ 82 على طول. كده هي جاي لنا الكلام ده هيجي لنا، بس المهم انك انت تبقى فاهم. هنا the first term whose greater than 1000 في السيكونس دي نفس الكلام. يلا ال A بكام؟ ال A ب 2 يبقى 2 plus n minus 1 times ال D. ال D بكام؟ ده minus ده 7 ده minus ده 7 يبقى ب 7. هو بيقول لي the value of the first term greater than 1000 يبقى greater than صح؟ و 1000 ادي 1000. نفس الكلام بقى يا جميل هنا n minus 1 و greater than. ايه ده اشمعنى يا مستر هنا هتعمل ال 2 steps مع بعض ال subtraction وال division؟ عشان ده positive فمش هيفرق معايا. يبقى 1000 minus 2 over 7. طبعا ال n minus 1 هتبقى greater than على طول، ركز معايا. هنا عندك يا جميل 998 over 7، لما تيجي تعمل division طبعا على طول هنا هيطلع 1، وعندك 12 يبقى 1، فانت اخدت 7 5 يبقى 58 ديفايد 7 بكام؟ هنقول هنا على طول كام؟ 7.
لا معلش، في حاجة غلط. المفروض ان دي 4 عشان ده 28. تاني معلش، تاني اسمع الكلام كده، متحسبش بدماغك، حسب الكالكليتر، متسمعش كلامي. يلا 9 divided 7 1، وبعد كده هيفضل 2. طيب يبقى فضل 29 divided 7 تبقى 4، هنا هيفضل 1. 18 divided 7 تبقى 2، واللي هيفضل لك هنا هيفضل 4 بس، يبقى 4 over كام؟ over 7. خلاص، يبقى انت عايز ال n minus 1 greater than الكلام ده، ودي ال 1 هناك تبقى ال n greater than 143 and 4 over 7. حلو يا جميل، حلو. مين اللي اكبر من ده؟ ال 144. خلصنا؟ لا، هو ما قالش order، هو بيقول لك the term، the value of term. value of term بقى على طول يا جميل الملامح، انك انت كل اللي هتعمله هتروح قايل لي ال a اللي هي 2 plus ال value او الاوردر بتاعي اللي هو كام؟ 144 minus 1 اللي هي 143 times دي بقى ال common difference اللي هو مين يا جميل؟ اللي هو 7. طيب يبقى ادي 2 plus، يلا نعمل ده كله multiply 7 اللي هي ال 143 times 7 هتطلع بكام؟ 21، يبقى 1 و carry up 2، وبعدين 14 يبقى 0 و0 و1. طيب يبقى على طول ال result 2 plus كلام ده ب 1003. خلاص 1003 اللي هو الاختيار A. بس كده يا جماعة. question 24 the order of the first positive term. حلو جدا. يعني ايه first positive term؟ اولا ال A ب negative 48 والدي لازم تكون positive. اشمعنى؟ لانه ما دام هو negative وهيوصل ل positive يبقى بيزيد. فعلا negative 45 minus negative 48 ب 3. first positive term يا شباب يبقى هعمل general term وهقول ان هو greater than 0. يعني positive يعني greater than 0. يبقى انت عندك negative 48 plus n minus 1 times 3. negative 48 هتروح هناك تبقى plus، يبقى negative n minus 1 greater than. طب اشمعنى برضو عملت الستيب دي مباشرة؟ لأن دي positive، يبقى دي هتبقى 48 over 3. طبعا تطلع ب 16، يبقى ال n minus 1 greater than 16. خلي بالك بقى، تبقى ال n greater than 17. مستر مفيش ديسيمال، عادي قلب المستر. هتاخد مين اللي بعد ال 17 على طول اللي هو ال 18، يبقى تي 18 اللي هي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده question 25. question 25 ماذا يقول؟ هنا يا جميل the order of the last negative term. أيوه، يعني إيه last negative term؟ يعني less than zero. يبقى ال A بكام؟ ب negative 62. وبعدين هتقول ان الدي من نيجاتيف 62 لنيجاتيف 57، انت زودت كام من هنا؟ هتعمل ده ماينس ده، يبقى نيجاتيف 57 بلس 62. ليه بلس؟ عشان نيجاتيف ماينس نيجاتيف. تطلع بكام يا جميل؟ تطلع ب 5. هتطلع ب 5. طيب يبقى الدي ايكوالز 5. بعد كده هتعمل الرول العاديه، ادي 62 بلس ان ماينس 1، هو عايز الاوردر، تايمز دي اللي هو 5. هو بيقول لي the last negative term يعني less than zero، يبقى n minus 1 هنا طبعا دي هتروح ب subtraction negative 62. ليه positive؟ ايوه negative 62 هتروح هناك، يبقى دي less than، وادي 62 راحت بقت positive over ال 5. طب 62 over ال 5 دي تطلع بكام؟ ب 12 and 2 over 5، وادي less than، وادي n minus 1 هتودي، يبقى ال n less than هتودي دي plus، تبقى 13 and 2 over 5. مين اللي whole number اللي بعد ال 13 على طول؟ ال 14، يبقى t 14 يا جميل الملامح. السؤال اللي بعده اللي هو question number، هو قال less than، sorry انا اخطأت ليه؟ لان انا عملت ليه 14؟ ده less than يعني اللي قبل، معلش I'm so sorry. اللي less than 13 and 2 over 5، 13 نفسه اللي هو كام؟ t 13. هنا 26 شباب لازم تراجعوا، لازم لو في اي مشكله ابعتوا لي في الكومنتس، وانا يعني عادي ما فيش مشكله، مش هغير طبعا الفيديو، بس ممكن نعمل ريماركس لو في اي حاجه زي كده عدت، لان ممكن الواحد وهو بيحل يعني يتعدي منه حاجه. The order of the last positive term in the sequence اهو. Last positive term يعني greater than mean 0. يبقى ال A عندك equals كام؟ 28. طب ال D equals كام؟ ده ماينس ده بنيجاتيف 3. يبقى تركز معايا يا جميل، هتقول لي 28 بلس ان ماينس 1 تايمز نيجاتيف 3 لاست بوزيتيف تيرم يعني جريتر ذان 0. ودي يا جميل دي هناك، يبقى ال ان ماينس 1. خلي بالك انه برضو ممكن اعمل في ستيب واحده
ايه هي؟ انت هتعمل ديفايد نيجاتيف 3، مش انت هتودي دي هتبقى نيجاتيف 28، اهي نيجاتيف 28، وبعدين هتجيب دي تخليها ديفايد نيجاتيف 3، صح؟ طب ما انت شاطر اهو. ليه؟ لان الجريتر هيقلب يبقى سمولر، عشان ديفايد نيجاتيف، يبقى ال n minus 1 less than، فهنتشيل النيجاتيف مع النيجاتيف 28 over 3 اللي هي بكام يا جميل؟ اللي هي ب 9 and third. ودي دي بلس يبقى ال n less than 10 and third. مين اللي less than 10 and third؟ اللي هو t 10. طيب احنا بنحل اللي هو t 10 اللي هو السؤال ده، بس اللي هو الاختيار B. السؤال اللي بعده على طول هو question 27. مين 27 بقى هنا بيقول ايه؟ بيقول لي the value of the first negative term، نفس الكلام ال A ب 341، والدي يا جميل هتعمل ده minus ده 334 minus 341 negative 7. يبقى انت عندك ايه يا جميل؟ عادي، هو بيقول لك the value of the first negative term، يبقى انت هتيجي هنا بقى تقول لي انه ال Tn اللي هي 341 plus n minus 1 times d اللي هي بكام؟ ب negative 7 greater than first negative term، sorry يبقى negative 0 less than 0. طيب ودي دي يبقى n minus 1 greater than، اشمعنى greater؟ عشان انت هتعمل divide negative، وهنا هتبقى negative 341 over negative 7، تمام؟ لما تعمل division يبقى انت عندك 31 و 7، يلا 34 over 7 طبعا تديني 4، وهيفضل عندك 6 اللي هي هتبقى 61 divide 7 يبقى هتاخد 8، و 61 divide 7 يبقى يفضل 5، يعني 5 over 7، صح الكلام؟ يبقى ده ال n minus 1 greater than الكلام ده. ودي ده plus يبقى ال n greater than 48 plus 1 ب 49 and 5 over 7، طبعا ال greater than على طول اللي هو T 50، يبقى ال n بكام؟ ب 50. هو مش عايز ال 50، هو عايز ال order أو ال value of the term. طب ال value of the term ال first negative term يبقى T 50 اللي هي كام يا جميل؟ 341 plus 50 minus 1 ب 49 times negative 7. تحسب الكلام ده عادي على طول اللي هو 341 و 49 times negative 7 تطلع بكام؟ ب 350، شيل منها 7 يبقى 343، صح؟ 343 هتشيلها من 341 تطلع بنيجاتيف 2، يبقى الإجابة نيجاتيف 2 اللي هو الاختيار C. نصلي الفجر يا شباب ونرجع نكمل. طيب نشوف السؤال اللي بعده على طول، question 28. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال two sequences اللي هي السيكونس دي والسيكونس دي have the same tn where ال n equals كام؟ مش فاهم. هات ال tn هنا وال tn هنا واكولهم ببعض وخلص الكلام. هنا ال a بكام؟ ب 3 plus ال d اللي هو 10 minus 3 ب 7 يبقى n minus 1 times 7 equals كام يا جميل؟ equals 3 plus 7n minus 7 على طول اللي هي بكام؟ ب 7n minus 4. أو لو أنت فاكر الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت هي أسرع وأكثر اختصارا، دي بنستخدمها امتى؟ لما يكون هو عايز الـ n term على طول. الـ n term أو الـ general term هنا كنا ممكن نقول إيه بالطريقة بتاعت المرة اللي فاتت؟ هي بتزيد 7 يبقى هتروح قايل لي 7n وبعدين تعمل 3 minus 7 بنيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 4، شفت إحنا جبناها مرة واحدة. طب يلا نستخدم الكلام ده بقى مع التانية على طول، هتقول لي هنا بيحصل هنا بتزيد كل مرة 2، يبقى أنت عندك هنا 2n وبعد كده يا جميل هتاخد 63 minus 2 ب 61 يبقى plus 61، وبعدين تعمل الاتنين دول equals بعض، يلا 7n minus 4 equals 2n plus 61. يبقى يلا نجيب ال n مع بعض وال numbers مع بعض، 7n minus n ب 5n equals النيجاتيف 4 هتروح هناك تبقى بوزيتيف 4 يعني 65، 4 مع 61 ب 65 يبقى ال n equals كام يا جميل؟ 13. يبقى ده هو عايز الترم ولا عايز ال n؟ عايز ال n، يبقى ال n بقت كام؟ 13. طب لو عايز ال tn هتعوض عن ال t ب 13، سواء في اللي فوق او اللي تحت وتحلها. خلاص نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 29.
هنا بيقول إنه ال Tn في ال Hill sequence 2 5 و 8 such so on لحد ما نوصل لل L. Then the arithmetic sequence whose 17th term from the beginning is itself 17th term from the end. Then ال L equals كام؟ بص يا سيدي، هو بيقول إن 17th term from the beginning equals 17th term from the end. يبقى ال L هنا بكام؟ برضه الموضوع سهل عادي، علشان يكون ال 17th from the end هو ال 17th from the beginning، يبقى انت عندك حاجة ركز وفاكر الطريقة اللي انا قلت لك عليها. ان انا قلت لك لو عايز ال 17th from the beginning يبقى انت هتقول 2 plus 17th يبقى 16 times ال d. ال d بكام يا جميل؟ انت عندك 5 minus 2 ب 3 يبقى 3، يبقى ده ال 17th term from beginning اللي هو equals كام؟ 16 times 3 بكام يا جميل؟ ب 18 و 30 يبقى 48، 48 و 2 يبقى 50. هو نفسه 17th from the end. 17th from the end اللي هو ايه؟ هنعتبر ان ال L هو البداية، وهنروح قايلين plus 16 برضه لان هو 17th from the end، بس دي هعكسها فهتبقى negative 3. بس كده؟ بس كده يا جميل. يبقى انت عندك ال L minus 48 equals 50، يبقى ال L equals 98. خلاص، يبقى 98 اللي هو الاختيار ايه؟ هو الاختيار الصحيح. عايز تفهم انا عملت ايه؟ ولا حاجه، انا استخدمت الرول اللي انا قلت لك عليها في الاول من كام سؤال كده، اللي هي بتاعت ال nth term from the end، اللي هو بتعتبر ان ده هو ال first term وبتعكس ال دي. طيب نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 30. هنا بيقول ايه يا جميل؟ مش عارف الاسئله اللي هي قبل الارثمتيك مين لسه مطوله معانا. طيب عشان البارت ده هنستوب عند الاسئله بتاعت الارثمتيك مين. If Tn is arithmetic sequence with T3 minus T5 equals 6, T4 equals 16, then the value of the first negative term of the sequence equals كام؟ برضه سهلة. T3 minus T5 خلي بالك equals 6، ده يعني إيه؟ يعني أنت تقدر تطلع الـ D إزاي؟ هي مش الـ T3 دي عبارة عن A plus 2D، أيوه، minus الـ T5 اللي هو A plus 4D، صح؟ ايوه جميل جدا. لما تيجي تعمل لهم سبتراكشن هيبقى a plus 2d minus a minus 4d اللي هي equals negative 2d، اللي هي equals negative 2d equals كام يا جميل؟ 6، يبقى d equals negative 3. طب في طريقه ثانيه؟ الفرق بين الترم ده والترم ده في الاوردر كام؟ 3، يبقى سوري 2، يبقى ده عباره عن 2d بس بالايه؟ بالنيجاتيف، عشان هو الصغير ماينس الكبير. كان ممكن تجيبها على طول بشكل مباشر وتقول ان هي equals 6. طب خلاص مش مشكلة. ال T4 equals كده، يبقى على طول ال A plus 3D. اشمعنى 3؟ عشان هي T4 اللي قبلها اللي هي N minus 1. equals كام يا جميل؟ equals 16. يبقى A plus 3 times D اللي أنا جايبها لسه ب negative 3 equals 16، يعني ال A equals 16 plus 9، عشان 3 times negative 3 negative 9، هتروح هناك تبقى plus 9، يبقى 25. يبقى انت يا جميل عايز الفيرست تيرم اللي هو 25، لا ده هو عايز الفيرست نيجاتيف تيرم. طب يعني ايه فيرست نيجاتيف تيرم؟ خلاص هتروح قايل 25 بلس ان ماينس 1 تايمز نيجاتيف 3، ما هو ده دي الفيرست نيجاتيف تيرم، يعني ليس ذان مين 0. يبقى على طول هنا هتعمل ايه يا جميل؟ هتروح قايل ان ده 25 ليه 25؟ اهي ان ماينس 1، وهعمل جريتر ده عشان دي بنيجاتيف، الدي دي ايه نيجاتيف، فدايما لما الدي نيجاتيف بتعكس السمولر والجريتر، ودي دي هناك هتبقى نيجاتيف 25 اوفر نيجاتيف 3. الكلام ده يطلع ب 8 and 3 صح؟ وده جريتر، يبقى ان ماينس 1، تبقى الان يا جميل جريتر ذان، هي هتبقى بلس، تبقى 9 and 3. مين اللي جريتر ذان 3؟ اللي هو 10، يبقى ال 10th term. طب ال 10th term ده ايكوالز ايه؟ معلش على طول هتروح من هنا وهتقول لي ان ال A احنا اتفقنا ان هي ب 25، 10th term يعني plus 9 times ال D اللي هي ب negative 3، فهيطلع negative 2 لان دي negative 27 مع 25 ب negative 2. في في الاختيارات negative 2، ايوه موجوده وجاهزه ومستنيه ان انت تختار. السؤال اللي بعده اللي هو question number 31.
31 يا جميل الملامح ماذا يقول؟ 31 مش راضي يقول، لا 31. The order of the first term more than 100 sequence اللي هي tn equals كذا. خلاص مش ده tn اللي هو 2 plus 5n، خلاص شكرا اهو greater than 100. بس كده بس كده، لانك انت مش محتاج تروح تحسب الجنرال تيرم ده، هو مديهولك جاهز. يبقى ال 5n greater than 98، يبقى ال n greater than 98 يا جميل الملامح over 5. 98 over 5 دي هتطلع بكام؟ ب 19 and 3 over 5 صح؟ طيب يبقى ال n على طول greater than 19 يبقى ب 20 اللي هو الاختيار B. ده order، هو بيسأل على الاوردر دايما، بالله عليك ركز، هل هو بيسأل على الاوردر ولا بيسأل على الترم؟ هنا بيقول لي the first term in arithmetic sequence is 4 والفيفث تيرم هنا. خلي بالك بقى، انت كده عرفت ان 4D equals 20 minus 4 اللي هي 16، يبقى D 4. مش فاهم انا جت ازاي. بص يا سيدي، هو مش الفيفث D ده اللي هو A plus 4D، والفيرست تيرم اللي هو A، لما تعمل لهم subtraction يبقى 4D. خلي بالك ما بين الفيرست والفيفث في 4 terms، يعني في 4D. طيب هو عايز ايه؟ then the sequence is خلاص 4 زود عليها 4 يبقى 8 12، يبقى الاولانيه دي هي اللي صح. السؤال اللي بعده على طول هو question 33 بيقول لي an arithmetic sequence whose first term is 5 و tn plus 1 equals tn plus 3. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل term بتزود عليه 3، يبقى d بكام؟ ب 3. خلي بالك انه لو قال لك ان تي ان بلس 1 ايكوالز ان بلس 3، يعني هو كل ترم ايكوال اللي قبله بلس 3، يبقى دي بي 3. الفيفث ترم على طول يا جميل ايكوالز 5 بلس، مش هو 5 اللي هي الفيرست ترم، تمام؟ وفيفث يعني 4 تايمز دي، يبقى 4 تايمز 3 تطلع ب 17. الاختيار سي. السؤال اللي بعده question 34 the third term in the term in arithmetic sequence is 12 والseventh term اهو، يبقى ال 10th term برضه ببساطة شديدة جدا انت محتاج تحسب مين؟ ال D. بص يا سيدي، ال D هنا كام؟ هنا ده مين؟ اللي هو 3rd term، يعني A plus 2D، وال 7th term اللي هو A plus 6D. حصل؟ حصل. ده minus ده اللي هو 7th minus 3rd هيطلع ب 4D equals كام يا جميل؟ 24 minus 12 ب 12، يبقى ال D بكام؟ 3. طيب انت عايز مين بالظبط؟ انت عايز التنث. طب التنث ترم ده اللي هو A plus كام دي؟ اللي هو A plus 9D صح؟ واحد يقول لي اروح احسب الA واحسب الD، طب ما خلاص ما تريح دماغك وتريحني وتقول لي ان ما دام ده كان 24 ما بين الA plus 9D وA plus 6D زودنا كام دي؟ 3D صح؟ يبقى هتزود 3D اللي هي 3 times 3 ب 9 مع ده يدي لك كام؟ 33 اللي هو الاختيار دي. عايز تروح تحسب الـ A عادي، عندك الـ equations واشتغل، يعني عوض هنا عن الـ D بـ 3 واشتغل في أي equation اللي فوق أو اللي تحت وطلع الـ A وبعدين ارجع احسب تاني، بس أنت بتدور على اختصار الوقت. T2 from the arithmetic sequence is ده، والـ T5 في الـ arithmetic sequence هنا، يبقى the order of term whose 161. برضه شوف عمال يلف ويدور كتير. أنت كده محتاج تجيب الـ A، هنا إحنا محتاجين نجيب الـ A. مش ده T2؟ يبقى A plus D، و T5 كمان كام؟ 129 معلش. و from T from the sequence the same sequence اللي هو T4 T5 sorry اللي هي A plus 4D صح؟ equals كام؟ 141. جميل جدا. لما نيجي نعمل subtraction الA راحت مع الA، فضل هنا 3D equals. طب انت عندك هنا كام؟ ب 12، يبقى دي الواحدة بكام؟ بفور. طب شكرا، نروح نحسب الـ A لأن لازم أحسبها. فهقول له إن الـ A plus D اللي هي 4 ب 129، يبقى الـ A يا جميل ب 125. برضو كده أنت حلو قوي. دلوقتي يا جميل هتعمل إيه؟ هو بيقول لك عايز الـ term اللي الـ value بتاعته كام؟ 61. The order of the term whose value 61. 161. يبقى هتعمل إيه؟ هتروح قايل إن الـ A اللي هي 125 plus ال n minus 1 times ال d اللي هو times ال 4 161. يبقى n minus 1 equals كام؟ 161
minus 125 over ال 4. 161 minus 125 اللي هي 60 تطلع 36 over 4 ب 9، يبقى ال n equals كام؟ 10. يبقى هو ال 10th term. فين ال 10th term؟ اللي هو ده. طب هل كان في طريقة تانية؟ اه طبعا ممكن، يعني ممكن على فكرة يعني انت نفسك ممكن تخترع او تفكر في طريقة تانية. احنا ممكن نعمل ايه؟ كنا بنقول انه ال T5 equals كذا، يبقى المفروض انك انت هتعمل بعد ما حسبنا الدي هتعمل ده ماينس ده وتشوف كام زودت element. بس انت يعني حل عادي باللي هو المضمون وما فيش مشكلة، كله سهل. هنا بيقول لي the sixth term from the arithmetic sequence اللي هي دي اللي هو a plus 5d، صح؟ 34. The sum of 7th and 9th term equals 88. خلي بالك 7th بقى اللي هو a plus 6d، 9th اللي هو a plus 10d، ايه الهبل ده؟ 8d، صح؟ equals كام؟ 88. يبقى a plus a يا جماعه ب 2a، و6d و8d ب 14a، d برضه، وادي 88. طيب ادي ايه، وادي جزات اللي يعمل فيديو وهو مطبق كده علشان ايه يبدا يالف. طيب ادي 34. دلوقتي هنبدا نعمل سبتراكشن، او قبل ما ابدا اعمل سبتراكشن هعمل دي تايمز نيجاتيف 2. ليه؟ علشان احل الايكويشن عادي. طبعا لو مش بتعرف تحل كده تبقى مشكله، بس هي بتتحل بالكالكيوليتر، هوريك دلوقتي الطريقه. طبعا دي لما تعمل لها تايمز نيجاتيف 2، تعال نغير اللون كده عشان نشكل بقى. ادي نيجاتيف 2a minus 10d، انا عملت تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2، وادي نيجاتيف 68. حلو الكلام، حلو الكلام. لما تعمل ادينج الاي راحت مع الاي، ودي كده فضلت 4d، لان 14d minus 10d equals الكلام جميل ده يطلع بكام؟ ب 20. يبقى الدي طلع بكام يا جميل؟ ب 5. خلاص؟ لا لسه، ده الموضوع لسه مطول قوي. هو عايز الـ first term greater than، يبقى لسه لازم تحسب الـ a. نرجع نـ substitute الـ d في أي واحدة وليكن دي. five d يعني five times five بـ 25 equal 34. يبقى الـ a بكام يا جميل؟ بـ 9. شكرا، خلصنا. لسه ابدأ من جديد. هتقول لي 9 plus n minus 1 times d اللي هي بكام؟ بـ 5 equals كام؟ هنا بيقول لي arithmetic sequence، هنا ولا هنا؟ احنا هنا. هنا بيقول لي the first term greater than 105، يبقى هقول له greater than، وادي 105. يلا يبقى ال n minus 1 greater than 105 minus 9 بكام؟ ب 96 over 5. طبعا نفس الكلام اللي قلناه منذ قليل، انت عندك 96 over 5 19 1 over 5، يبقى ال n minus 1 greater than 19 and 1 over 5، ودي ده بلس هتبقى 20 and 1 over 5. يبقى ال greater than مين على طول؟ اللي هو 21. يبقى ال order على طول يا جميل ب 21. فين السؤال اصلا؟ معلش I'm so sorry. اهو ايوه ال order 21 اللي هو دي. يلا نشوف السؤال اللي بعده على طول اللي هو question 37. The arithmetic sequence in which the sum of the first and third terms are equals 22 and the sum of third and fourth term equals 7. ولا حاجة. الـ first مع الـ third يا جماعة اللي هم 2a، وخلي بالك الـ first دي ما فيهاش d والـ third فيها كام؟ 2d equals كام؟ 22. طبعا أنا مش فاهم أنت بتعمل إيه يا مستر؟ بص يا قلب المستر، هو بيقول لك الفيرست والثيرد، الفيرست اللي هو A والثيرد اللي هو A بلس 2D. لما تعمل لهم ادنج A وA ب2A و2D، يبقى انت كده وصلت ان الـ A بلس الـ D equals 11. And the sum of the third and fourth term، third وfourth يا جماعة يعني ايه؟ يعني A بلس 2D وfourth يعني A بلس 3D، يبقى 2A بلس 5D equals كام؟ equals 7. يبقى مين هي السيكونس اللي فيها الكلام ده؟ بص يا سيدي، ببساطة شديدة جدا كل اللي ممكن تعمله هنا first و third. انا هقول لك بس على حاجة، كل اللي انت ممكن تعمله هنا انك هتعمل ده تايمز مثلا negative 2 تخلص من ال A. لما تعمل تايمز negative 2 هتبقى negative 2A minus 2D equals negative 22، صح؟ اعمل adding بقى يا جميل، ده راح مع ده وفضل عندك 3D
equals negative 15 يعني الـ d بكام؟ بـ negative 5. ترجع تحسب الـ a على طول، هتسبستيتيوت في أي equation منهم وليكن الـ a minus 5 لأن أنا بشتغل في دي، يبقى a plus d يعني minus 5 equals 11، يبقى الـ a بكام؟ 16. هتروح تشوف مين اللي 16 وبتنقص، اللي هي تطلع الاختيار C. في حاجة تانية بقى أنا عايز أقولها لك، طبعا أنا قلت لك هقول لك إزاي تستخدم الكالكيوليتر وكنسلت، لا ما كنسلتش أنا نسيت، أقول لك أنا هحل لك الإيكويشنز دول أهو، مش الاتنين دول فوق بعض، بالكالكيوليتر هتشوف هيطلع لك الـ A والـ D. للناس اللي مش عارف، أدي مود وبعدين إيكويشن نمبر 5 وهتختار 1 اللي هو أول شكل. الـ A هنا بكام؟ 1 equals الـ D بـ 1 والـ C بـ 11. وهنا الـ A بـ 2 والـ D بـ 5 والـ C بكام؟ بـ 7. بس كده يا جميل، واحدة طلعت 16 اللي هي الـ A والـ D اللي هي negative 5 زي ما احنا حسبنا. ده بس علشان انت تكون بتعرف تحسب بالكالكيوليتر. بس في السؤال ده بقى كان في حاجة عايز اقولها لك، هو مش بيقول ان الصم بتاع الـ first والـ third term بـ 22؟ طب ما تاخد ده وده وتشوف مين اللي الصم بتاعهم 22، اصلا هيطلع لك اختيار واحد. طبعا لو طلع فيه اختيارين يبقى هترجع تحل بالستبس، انما هو اصلا من الـ first given خلاص السؤال اتحل 16 plus 6 بـ 22. بس طبعا انا بعلمك الستبس علشان لو سؤال مش هيتحل كده. The third sequence sorry the arithmetic sequence دي الـ T10 equals كام؟ بص يا سيدي، the term كان عندي سؤال شبه ده اصلا من شويه، يعني في بدايه الاكسرسايز جالنا سؤال زي ده. هو مش ده ماينس ده، هو نفسه ده ماينس ده. طب يلا نجرب 3a minus 2a ب a و 8b minus 5b بكام؟ ب 3b، يبقى plus 3b equals، خلاص عملت ده ماينس ده. دلوقتي ده ايه؟ ده عبارة عن مين؟ ده اللي هو الدي الكومن ديفرنس. خلاص ارجع بقى انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي ده ماينس ده؟ لا مش عايز انا كده، انا عندي فكرة حلوة جدا. انا قلت ان ده الفيرست تيرم وده الكومن ديفرنس اللي هو عبارة عن ايه؟ a بلس 3 b، صح؟ يبقى ما تجيب التي 10 عادي بالرول العادية اللي هي ايه؟ a يا جميل اللي هو ب a بلس سوري 2a اهو، معلش نبدأ من هنا كده، ادي تي 10 equals 2a plus 5b، جميل جدا، ده اللي هو الفيرست تيرم، بلس 9 تايمز الكومن ديفرنس اللي انا حسبته اللي هو a plus 3b. بس كده؟ اه والله بس كده، مش محتاج تعمل حاجه تاني. اول حاجه ده الفيرست تيرم والكومن ديفرنس اللي هو ده ماينس ده او ده ماينس ده، بس انت هتعمل ده ماينس ده وتسكت. خلاص حسبنا الكومن ديفرنس 3a minus a ب 2 minus 2a ب a و 8b minus 5b ب 3b. خلاص دلوقتي بقى هتعمل simplification عادي 2a plus 5b 9 times a ب9a plus 27b. طبعا الكلام ده يطلع 11a plus 33b. في الكلام ده اللي هو دي 5 مع 27 يبقى 32b. في الكلام ده اللي هو 11a plus 32 اللي هو الاختيار C. نشوف السؤال اللي بعده 39. يا جميل الملامح، ماذا يقول؟ Tn is arithmetic sequence Tm plus r plus Tm minus r equals كام؟ هنا بقى محتاجك تركز علشان تعرف تفرق ما بين الـ givens أو تشتغل عادي. يعني إيه Tm plus r و Tm minus r؟ يعني ده بعد الـ m بـ r terms وده قبل الـ m بـ r terms. لما تيجي تعمل adding ركز، أنا لو افترضت إن ده Tm، الـ tr ده اللي هو عدد الديهات المعينة اللي أنا زودتها 1 2 3 whatever ما كان، و tm minus r اللي هو هنقص الديهات اللي أنا زودتها. فأنت لما تعمل الـ term ده مرتين، يعني مرة tm plus r وليكن الـ r دي أهي plus given value اللي هي وليكن k، و tm minus r اللي هي هتبقى tm minus k، لأن ده قبل وده بعد. مش فاهم يعني؟ هقول لك ركز معايا. أنت عندك tm، tm plus r يبقى tm وهتزود لها value معينة وليكن k. ال tm minus r هي tm عادي وهتنقص منها value معينة وليكن k نفسها، لأنه ده بعده. مثلا لو أنا خدت على فكرة term، خدت اللي بعده باتنين وخدت اللي قبله باتنين بيطلعوا، يعني هنا هتزود مثلا ال d مرتين، هنا هتنقص ال d مرتين.
فهمت كده؟ لما تيجي تعمل ادنج، اللي تزود راح مع اللي ناقص، فاضل تي ام وتي ام اللي هي 2 تي ام، يبقى الاختيار بيه هو الاختيار الصحيح. طب نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 40. question 40 ماذا يقول؟ بيقول لي تي ان از arithmetic sequence، تي 4 اوفر تي 7 equal to over 3، تي 6 اوفر تي 8 equals كام؟ بص يا جميل علشان بس تبقى فاهم، هو تي 4 اوفر تي 7 ده equals ايه اصلا؟ ده equals a plus 3d، وهنا a plus arithmetic sequence خلاص، يبقى a plus 3d على a plus 4d equals كام يا جميل؟ 4d d7 يبقى 6d، تمام؟ equals 2 over 3. طب يلا cross multiplication، احلى cross multiplication لاجل عيونك، يبقى 3a plus 9d equals 2a plus 12d. بعد كده يا جميل هتجمع الايهات في ناحية والديهات في ناحية، هتجيب لي دي هنا يبقى 3a minus 2a ب equals 12d minus 9d تبقى 3d، يعني الـ a equal 3d. سيب دي على جنب وروح اعمل حاجة تانية، ايه هي؟ وعايز تي 6 over تي 8 اللي هي equals مين؟ a plus 5d على a plus مين؟ 7d. هتشيل الـ a دي وتحط مكانها 3d، وتشيل الـ a دي وتحط مكانها برضو 3d، بقى عندك ايه يا جميل؟ 3d و 5d ب 8d، و 3d و 7d ب 10d، صح؟ طبعا السمبليفيكيشن دي راحت مع دي، و 8 اوفر 10 ب 4 اوفر 5 اللي هو الاختيار B. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 41. In any arithmetic sequence، any arithmetic sequence الـ الكلام ده equals كام؟ بص يا سيدي، هو مش ده عبارة عن A plus 44D، وده عبارة عن A برضه plus 50D على A plus 47D. سبحان الله، ما تسكتش غير لما تكمل. A و A ب 2A plus 44 و 50 ب 94D over A plus 47D. ايه الجمال ده؟ هو انت لو اخدت 2 common factor من فوق مش هيديك اللي تحت؟ ايوه هي، يبقى ده كله equals 2، يبقى ده equals 2 اللي هو الاختيار مين؟ A. السؤال كان سهل جدا وما فيهوش مشاكل. طيب وبعدين يا جميل شوف السؤال اللي بعده اللي هو question 42. اقتربنا ولا لسه؟ برضو لسه. طيب هنا بيقول the arithmetic sequence whose tn equals m و tm equals n where the m does not equals the n then the common difference between them اللي هو d equals ال common difference اللي هو d. بص يا سيدي، انت هنا عندك two elements وعايز الـ common difference، كل الموجود عندك الـ element والـ order بتاعه اللي هي الـ order n والـ element m، وهنا الـ order m والـ element n. theory مهمة جدا بتقول إيه؟ بتقول إنه الـ t n minus t m over n minus m equals الـ common difference اللي هو دي. طب الكلام ده جه منين؟ بص يا سيدي، أنت لو عندك مثلا t 7 minus t 3 over 7 minus 3، لو كان t7 minus t3 say مثلا ان هو ب 20، 7 minus 3 4، يبقى انا كده عرفت ان common difference 5. طيب عايز تجرب، جرب يعني جرب باي شكل من الاشكال، بس هي الفكره كلها انه اصلا الفرق ما بين ال 7 وال 3 اللي هو عدد الديهات، صح؟ يعني d times d هتتكرر مثلا من 7 ل 3 هما 4 terms، يبقى هتتكرر اربع مرات، يعني d هتتكرر اربع مرات. طيب الرول دي هتفيدني هنا في ايه؟ تعال نطبق الرول على طول. تي ان اللي هي بكام؟ ب ام ماينس تي ان تي ام ب ان اوفر الاوردر بتاع تي ان ب ان والاوردر بتاع تي ام ب ام، يبقى ام ماينس ان على ان ماينس ام. لاحظ ان هما الاثنين زي بعض بس عكس بعض، يبقى نيجاتيف 1. او واحد تاني يقول لي هاخد نيجاتيف كوم فاكتور وخليها ان ماينس ام اوفر ان ماينس ام، برضه هتطلع بنيجاتيف 1، يبقى الاجابه بتاعتك نيجاتيف. ركز على الحاجات دي علشان ده هيوفر عليك وقت في الحل. The arithmetic sequence اللي هي tm equals n و tn equals m then tm plus n اللي هو ال order ال element اللي ال order بتاعه m plus n. طيب انت هنا من السؤال اللي فات لسه عرفت ان d equals كام؟ equals negative 1، صح؟ طب جميل جدا،
يبقى تي ام بلس 1 ده اللي هو عبارة عن ايه؟ انت لو حبيت تحسب عادي هتقول ان تي ام سوري تي ام ايكوالز ان، خلي بالك، وهنا تي ام بلس ان، يبقى انت هتزود عليه قد ايه؟ على الاوردر بتاعه كام؟ هتزود على الاوردر ان، يبقى انت هتزود على ده بلس اللي هو كام واحدة؟ كام دي؟ ان ديز. يبقى عندك ان اللي هي 1 نيجاتيف 1 تايمز كام اللي هي دي تايمز كام؟ تايمز ان، يعني هتطلع بكام؟ بزيرو. ما فهمتش، ركز معايا برضو علشان تفهم بالراحة. انت هتستخدم الفكرة المعلومة اللي انت جبتها في السؤال اللي فات لان هو نفس المعنى، الدي بكام؟ بنيجاتيف 1. هو عايز تي ام بلس ان، ركز معايا، انت قلت ان الام بكام؟ بان، يبقى ادي ان، خلاص. طيب بعد كده ال تي ام بلس ان هو عبارة عن مين؟ هنزود على تي ام ال ان تايمز الدي، صح؟ يبقى تي ام اللي هي بان بلس ال ان تايمز الدي اللي هي بنيجاتيف 1، طبعا الكلام ده ان ماينس ان بزيرو، يبقى زيرو هو الاجابه الصحيحه. هنا بقى بيقول لي ان ارثمتيك سيكونس اللي هي تي 17 ايكوال 73 وتي 73 ايكوال 17. يا سلام، then the order of the term whose value is zero. خلاص شوف التلات اسئله بيجاوبوا بعض. هو مش ده هو نفس المعنى ان تي ام ايكوال ان وتي ان ايكوال ام؟ امتى الاوردر هيبقى زيرو؟ لو اخدت تي ام بلس ان اللي هو تي 17 بلس 70 3 اللي هو الاوردر بتاعه 90. ليه؟ طب مش عرفني، هو نفس الكلام اللي انا عملته فوق. شفت نفس السؤال اللي فوق بس حولها لك من سيمبلز لنمبرز. السؤال اللي بعده اللي هو question 45. هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان arithmetic sequence الكومن ديفرنس دي then دي ايكوالز مين؟ اللي هي تي هنا بيقول لي تي ان از arithmetic sequence الكومن ديفرنس دي، يبقى دي ده اللي هو عبارة عن مين؟ هل هو تي ام ماينس تي ار ولا تي ام ماينس تي ار على ام ماينس ار ولا ام؟ لا، هو تي ام ماينس تي ار على ام ماينس ار اللي هي الرول اللي انا استخدمتها. يعني هو بيسألني على مين؟ الرول اللي انا استخدمتها فوق. طبعا الرول دي المفروض انك انت تبقى خلاص عرفتها وتقدر تحل بيها. 46 question 46 بيقول ان تي 3 ان ماينس 2 in the sequence 13 14 and a quarter 15 and half equals a T2N plus 1 in the sequence 19 و 20 and half. الكلام ده طيب، السؤال ده سؤال حلو جميل جدا بس محتاج مني شوية تركيز علشان أعرف أحل بنظام. أول حاجة في السيكونس الأولانية الـ A عندك بكام؟ الـ A عندك بكام يا جميل؟ الـ A قلنا بكام؟ بـ 13. والدي ايكوالز اللي هي دي 1 ودي الاي 1، الدي 1 اللي هو ايكوالز ده ماينس ده ب 1 اند كوارتر، يبقى ادي 1 اند كوارتر اللي هي 5 اوفر 4. حاضر، بعد كده هو مديني تي 3 ان ماينس 2. التي 3 ان ماينس 2 هو عباره عن ايه؟ اي بلس 3 ان ماينس 2 ماينس 1 تايمز الدي، صح؟ ليش؟ مش انا كنت بقول a بلس n دي هي ال n ماينس ال d ماينس 1 تايمز d؟ بس خلاص، يبقى انت كل اللي انت تعمله ايه يا جميل؟ تبدا تسبستيتيوت اول واحده ب 13 3n اهي 3n ماينس 3. ليه؟ لان 3n ماينس 2 ماينس 1 ب ماينس 3 وال d بكام؟ ب 5 اوفر 4. ده equals بالنسبة للسيكونس الثانية ال A2 بكام يا جميل؟ ال A2 ب 19 وال D2 بكام؟ ب 20 and half minus 19، يبقى أنت عندك 1 and half، صح؟ يبقى 3 over 2. يبقى تعمل نفس الكلام، ده equals 19 plus هنا الأوردر اللي هو كام معلش؟ 2n plus 1، يبقى هتاخد 2n plus 1 minus 1 اللي هي 2n plus 1 minus 1 times 3 over 2. لحد دلوقتي الدنيا تمام إلى حد كبير جدا. طيب نبدأ نركز، يعني هنعمل إيه علشان برضو الدنيا تبقى سهلة؟ أنا عندي fractions عاملة لي مشكلة خالص، الـ fractions ولا تزعلك. هنا over 2 هنا over 4، ما تعمل كل ده over 4. ينفع نعمل كله over 4؟ أي ينفع. يلا نجرب. 13 times 4 ب 52 plus
طبعا ده لما تعمله تايمز 4، ال 4 دي راحت، ففضل عندك 5 تايمز الكلام ده. طب ما تدخل ال 5 جوه البراكتس مرة واحدة، يلا يبقى 15 n minus 15 equals ده تايمز 4. تخلي بالك بقى انه 19 تايمز 4 بكام؟ 76. ادي 76 بلس. هنا بقى لما تعمل تايمز 4، ال 4 هتروح مع ال 2 يفضل 2 واحدة صح؟ يبقى 2 تايمز 3 ب 6، والنيجاتيف 1 مع ال 1 راحت، تبقى 6 تايمز 2 ب 12 ان. ادي 12 ان. ايه ده الموضوع بقى سهل جدا. يلا هنجمع الانات في ناحية، يبقى 15 ان ماينس 12 ان ايكوالز 52 ماينس 52 ماينس 15 ب 37 صح؟ يبقى هتودي دي هناك بنيجاتيف 37. طيب 76 ماينس 37 ب 40 اللي هي 39. طب الكلام ده بكام؟ ب 3 ان ايكوالز 39. يبقى ال n بكام يا جميل؟ 13. خلاص طبعا انت عارف ان الكلام ده بيتحل بالكالكليتر، انت ممكن تكتب الايكويشن دي وتطلع ال n مره واحده، بس انت تعود تعمل الاوبريشنز. انا ممكن احل لك ده دلوقتي بالكالكليتر في مره واحده، لكن اتعود تعمل الاوبريشنز لان هو ده اللي هينفعك بعد كده. دي من الحاجات اللي ما ينفعش تختصرها في الحل، مش عشان صعبه بس لا، علشان انت هتحتاج تتعلم تعمل الكلام ده. يعني على فكره دي احد المشاكل اللي بتواجه الطلاب دايما في secondary 3. يلا نشوف السؤال اللي بعده. 47 ماذا يقول؟ احنا طبعا هنا كنا اخترنا 13. يلا نقول 47 بيقول the number of 3 digit number which are divisible by 9. The number of 3 digit numbers which divisible by 9. قصة سهلة. أول حاجة، أول 3 digit number divisible by 9 اللي هو بعد ال 100 على طول، أنت هتعمل إيه؟ كل اللي أنت هتعمله إنك هتعمل، أو هتقول لي حاجة حلوة، هو اللي قبل ال 100 سهل معروف اللي هو ال 99 صح؟ لما نزود له 9 هيبقى عبارة عن كام؟ 108. يبقى أنت أول 3 digit number divisible by 9 هو 108، يعني الـ A 108. طب الدي بكام يا جميل؟ الدي عندك بكام؟ الدي ب 9 لان هما ديفيزبل باي 9، يبقى كل مره بيزيدوا 9. طيب في قدامك هنا حلين، يا اما تعرف النمبر الكبير بقى اللي هو اكبر حاجه وتقدر تحسبهم، يا اما تشغل دماغك بالراحه. هو انت لو عملت 9 تايمز 10 يعني زودت 10 تيرمز هنا، مش هتبقى 90؟ يبقى 108 بلس 90 ب 180 ب 198 صح؟ اعتقد ان مفيش لسه، ده انا هزود كام؟ معلش سوري، ده انا لسه هزود لحد 1000، يعني انا عايز اوصل ل 1000. يبقى بلاش الكلام ده. هتعمل ايه يا جميل؟ انت عندك الاي والدي، هتروح مطلع لي التي ان. التي ان اللي هو كام؟ 108 بلس ان ماينس 1 تايمز الدي اللي هي ب 9. ده ماله؟ ليس ذان ولا جريتر ذان؟ هتروح قايل لي ان هو ليس ذان 1000. ما هو 1000 دي 4 ديجيتس، وانا بقول لي 3 ديجيت نمبر، يبقى نشتغل عادي اللي هي n minus 1 equals 1000 minus 108 over 9. طبعا الكلام ده لما تعمله على الكالكليتر اللي هي 1000 minus 108 دي اصلا equals كام؟ equals 892 over 9 صح؟ اعمل الكلام ده division، يبقى 892 divided 9 تطلع بكام يا جميل؟ 89 divided 9 ب 9، وهنا هيفضل 882 divided 9 برضه ب 9، وهيفضل 1 over 9 صح؟ طيب بعد ما عملنا الكلام ده، يبقى انت بتقول less than ولا greater less than؟ يبقى ال n minus 1 less than، هتودي ده هناك، يبقى ال n less than 100 and 1 over 9 على طول اللي هو 100، يبقى الإجابة الصحيحة دي. ده كان question number 47. شوف السؤال اللي بعده اللي هو question 48. هنا بيقول لي إيه؟ the measure of the angles of pentagon from form arithmetic sequence طيب whose common difference equals 10 degrees in the measure of the greatest angle in pentagon. أولا pentagon ده في كام side؟ في 5 sides. طيب بيقول لي الميجر بتاعهم form arithmetic sequence، الكومن ديفرنس بينهم كام؟ 10. يبقى the greatest
the measure of the greatest angle equals كام؟ ركز معايا يا جميل، هو الانجلز دول اصلا كام انجل؟ هما 5 انجلز، يبقى السمشن بتاعهم ايه او هما الميجر بتاعهم ايه؟ اول واحده ايه، الثانيه هتبقى ايه بلس 10، والثالثه ايه بلس 20، ما هو الكومن ديفرنس 10، والرابعه ايه بلس 30، والخامسه ايه بلس 40. حصل؟ حصل. يبقى انت على طول يا جميل هتروح قايل لي 1 2 3 4 5، يبقى عندك 5a بلس، عندك كام دي زودتها؟ ادي 1 و2 ويبقى 60، يبقى 10. معلش تاني، هنا 30 و30 يبقى 60، يبقى 100. I'm so sorry. طب انا ليه عملت كده؟ لان انا عارف ان sum of measure of angles of pentagon equals كام يا جميل؟ 540. مش فاكر القصة دي؟ سهلة، تعمل على طول اللي هي الرول اللي هي n minus 2 times 180، تطلع ب 540. الرول بتاعت sum of measure of angle of any polygon equal n minus 2 اللي هو number of sides times 180، فتبقى 3 times 180 540، يبقى ادي 540. طيب ودي دي هناك subtract، يبقى 5a equals 440. يبقى على طول يا جميل انت عندك 440، هتعمل divide كام؟ divide 5، صح؟ عشان تطلع ال a اللي هي تطلع بكام؟ ب 8.8، اللي هي 440 divided 5 تطلع 8.8. طب خلصت انا؟ لا، دي كده اللي هي السمولر انجل، دي السمولر انجل، سوري دي 88، دي مش انا عملت 44، المفروض 88. طيب دي السمولر انجل، الجريتر انجل بقى هتقعد تحسب كل واحده؟ لا، هتزود ده عليها 40 على طول، يبقى 88 بلس 40 ب 128. هل في 128 في الاختيارات؟ نعم موجود. يلا السؤال اللي بعده اللي هو question 49. هنا بيقول لي ال A وال B وال C are in arithmetic sequence، يبقى ال A minus C all power 2 over B power 2 minus AC equals كام؟ طيب شو ما arithmetic sequence، يبقى ال A ب A وال B equals A plus D وال C equals A plus 2D. لازم تبقى عارف الكلام ده عشان تقول A minus C اللي هي عبارة عن A minus A minus plus 2D، ده كله باور 2. ركز معايا بقى هنا، لما تيجي تطلع النيومريتور، خلي بالك ان احنا اهو يلا اوفر الدينومينيتور مفيش مشكلة، B باور 2 يا جماعة اللي هو عبارة عن مين؟ B باور 2 اللي هو A plus D all باور 2 minus AC، ماشي؟ وال AC انا هشيل ال C وحط برضو، انا شلت ال A سوري شلت ال B وحطيت ال A plus D، هشيل ال C برضو هنا واحط A plus 2D اللي هي A plus 2D. طب يلا بقى بالراحة، اولا هنفك اللي فوق ده اللي هو هيبقى عبارة عن A minus A minus 2D all power 2 over، طب يلا نفك اللي تحت برضو هيبقى A power 2 plus 2AD plus D power 2 minus a times a ب negative a power 2 و a times 2d ب negative 2ad، ده راح مع ده وده راح مع ده، فضل تحت عندي ب d power 2 وفوق عندك دي راحت مع دي، فضل negative 2d all power 2 اللي هي 4d power 2، لان ال negative 2 power 2 ب 4 وال d power 2 ب d power 2، راح ده مع ده يفضل 4، يبقى الريزلت بتاعت كل الكلام ده ان شاء الله اذا ربنا اراد كده ب 4. Question 50. The 10th common term from the two sequences. ومديني two sequences. بس الأسئلة اللي زي دي عندك طريقة حلوة جدا، يعني قد تبدو طويلة بس هي سهلة جدا وتوصلك الحل على طول. هات السيكونس دي وهات السيكونس دي لحد ما يتكرر عندك two terms يتكرروا مرتين. طبعا أول term موجود عندي 11. طب أنا عايز أشوف اللي بعده. مين اللي بعده اللي هيتكرر؟ دي 3 7 11 يبقى بتزود 4 صح؟ يبقى هتبقى بعد ال 3 وال 7 وال 11 يبقى ادي 3 و 7 و 11 زود 4 يبقى 15 زود 4 يبقى 19 زود 4 يبقى 23 زود 4 يبقى 27. طيب هنا نجرب، هنا بيزود كل مره كام؟ بيزود 5، يبقى 1 بلس 5 ودي هتزود 5 تزود 5. يعني ممكن تعمل كده وممكن تعمل حاجه حلوه برضو، لما هنا بتزود 5 وهنا بتزود 4، هنا بتزود كام؟ سوري 4، يبقى انت عايز تزود كام؟ هتزود 20 هنا وهنا عشان توصل لمين؟ للكومن
الترم، الكومن ترم. يعني هتزود هنا، بشوف انا لو زودت 20 بعد ال 11 يبقى لازم اوصل لل 31، يبقى زود كمان 4 فادي 31. طب هنا ادي زودنا هنا كام؟ 5، وزودنا هنا 5. طب اشمعنى انا اخترت ال 20؟ عشان ال 20 هي اللي هي اللوست كومن مالتيبل بتاع مين؟ ال 4 وال 5 مع بعض. بس ما علينا، انت هتزود هنا 5، كمان زود 5 هتبقى 16، زود كمان 5 هتبقى 21، وهنا زود كمان 5 فهتبقى كام؟ 26، وزود كمان 5 تبقى 31. شوف وصلنا للسكند كومن تيرم، واحد 11 وواحد 31. في حاجة تانية مشتركة بينهم؟ لا. يبقى ثواني بقى، يبقى أنت هتعمل سيكونس جديدة. السيكونس الجديدة فيها إيه؟ فيها الكومن إليمنتس اللي هم 11 وبعدين 31 وكمل. الـ A في السيكونس دي بكام؟ بـ 11. طيب ودي اللي هو الكومن ديفرنس بكام؟ ب 20. ودي اللي انت كان ممكن تحسبها باللوست كومن مالتيبل من الاول لو انت عايز تحسب كده، بس انا خلاص مش عايز كده، انا حسبتها عادي. هنا بيقول لي ذا 10th كومن مالتيبل، يعني 10th تيرم، يبقى تي 10 اللي هي ايكوالز كام يا جميل؟ تبقى 11 بلس 9 تايمز 90، اللي هي 11 بلس 180 ب 191 اللي هو الاختيار مين؟ A. يلا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 51. The arithmetic sequence اللي هي tn equals n power 2 tm equals n power 2 والm does not equal n then the common difference. مش انا قلت ان d equals tm minus tn على m minus n؟ ايوه، يبقى ده ال tn اللي هي كام؟ هي tn minus tm على n minus m. هنا ب m power 2 minus ال n power 2 over n minus m. خدت بالك من حاجه؟ ده difference between two squares اللي هو m minus n في m plus n على m minus او n minus m، صح؟ طب هو هنا في m minus n وهنا n minus m، ينفع يتشالوا مع بعض؟ ينفع، بس هحط مكانها ايه؟ نيجاتيف. فبقت الكومن ديفرنس اللي هو نيجاتيف m plus n او نيجاتيف m minus n اللي هو الاختيار مين؟ C. السؤال اللي بعده يا جميل الملامح، question 52 بيقول لك ان tn is arithmetic sequence where tn equals 1 over m و tm equals 1 over n then tmn. طيب ركز معايا بقى يا جميل علشان السؤال ده يعني الى حد ما كويس، مش هنقول رخم. تعالوا كده نفضي مكان علشان هنحتاج اماكن كتير نكتب فيها. اول حاجه انت عندك tn وعندك tm، صح؟ طيب اول حاجه نقدر نحسبها دي حسب ما احنا تعودنا، اللي هي عبارة عن ايه؟ tn minus tm over n minus m. tn ب1 over m minus tn ب1 over n اللي هي tm over n minus m. لما تيجي تعمل scissors عشان تفك اللي فوق ده هيبقى عبارة عن ايه؟ ادي 1 over nm، وإن هنا فوق تايمز تبقى إن ماينس، وأدي إم تايمز تبقى إم، وأدي إن ماينس إم. الكلام ده راح مع بعضه يفضل 1 أوفر إن إم. طب ده كده دي، يبقى أنت الـ تي إم إن ده عبارة عن إيه؟ عشان تحسب الـ تي إم إن هتروح قايل الـ تي إم إن، أنت محتاج الـ A. طب أجيب الـ A منين يا جميل؟ نقدر نجيبها من أي واحدة من الـ two sequences. يلا نجيب الـ A الأول، وبعدين نرجع نقول الرول بتاعتنا. هقول ان tn اللي هو a plus n minus 1 times d اللي هي 1 over mn equals كام يا جميل؟ equals 1 over m. حلو، الكلام ده جميل جدا، دي tn. طيب مش ده a plus الكلام ده؟ طيب يلا نعمل multiply، ادي ال a equals، خلينا نودي ده هناك ب subtraction او نعمل multiply الاول اهو، plus n times الكلام ده ب 1 over m، لأن 1 over mn times n ب 1 over مين؟ m، ال n راحت مع ال n، minus 1 over mn equals 1 over m. برضو الكلام ده حلو. طب ما ال 1 over m اللي هنا تروح مع اللي هنا، حلو جدا، يبقى ال a طلعت بكام؟ ب 1 over mn. أدي معلومة حلوة جدا. هو tmn بقى هنا equals a equal a plus mn minus 1 times d. يلا بقى نسبستيتيوت كل حاجة، أدي 1 over mn بلس ال mn اللي هي mn تايمز ال d. ما تيجي نشيل ال d ونحط ال value بتاعتها اللي احنا حسبناها ب 1 over mn، صح؟ يبقى تايمز 1 over mn
ماشي كمل يا جميل. عادي ادي ماينس 1 تايمز اهي، يبقى 1 تايمز برضو 1 اوفر ام ان. طيب ركز معايا بقى بالراحة، ادي 1 اوفر ام ان بلس ده تايمز ده ب1، ادي 1 ماينس ده تايمز ده ب1 اوفر ام ان. خلاص خلصنا، خلصت الكلام. يبقى ده كله 1 اوفر ام ان ماينس 1 اوفر ام ان راحوا مع بعض وفضل ال 1، يبقى ال تي ام ان هيطلع بكام؟ ب1، اللي هو الاختيار سي. في السؤال اللي بعده، طيب الحمد لله، علشان انا كنت لسه اقول ان لو لسه كتير كنت هعمل ستوب للفيديو، لانه خلاص المفروض انه المفروض انزل يعني. بيقول لي if tn is arithmetic sequence which mtm equals ntn. خلي بالك بقى يا جميل، ده معناه ايه؟ ده معناه ان tn over tm equals m over n. tm over tn equal n over m، او tn over tm equal m over n. طيب اللي هي البروبورشن. بعد كده يا جميل عايزين نعمل الكومن ديفرنس. عادي الكومن ديفرنس، طبعا انا ما ينفعش اقول ان ال n equals m وال m equals n، لا انا ممكن اقول ان ال tn sorry equals mx وال tn equals nx. ليه؟ من البروبورشن. هنا ليه انا بعمل الكلام ده؟ علشان اجيب الكومن ديفرنس اللي هو d equals كام يا جميل؟ ال d equals اللي هو tm minus tn over m minus n. تمام؟ تمام جدا. وبعد كده هنقول ال tm اللي هي بكام؟ ب nx minus mx على m minus n. لاحظ ان في فرق صح؟ يبقى ال common difference ب negative x. ليه في فرق؟ انا هاخد x common factor من هنا، هيفضل عندي n minus m، وهنا m minus n عكس بعض يبقى negative، وادي ال x يبقى negative x. طب بعد ما جبت ال common difference انا مش عارف اشتغل بيه، لان انا عايز ال tm plus n. عادي جدا نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط، هتروح تشتغل على اي واحدة منهم. يعني ايه اي واحدة منهم؟ يعني انت المفروض انك انت افترضت ان tn ب mx صح؟ هتشتغل عادي جدا، هتقولي ان tn اللي هي عبارة عن ال a plus ال n minus 1 times ال d اللي هو انا لسه حاسبه بكام؟ ب negative x equals كام يا جميل هنا؟ فين السؤال؟ tn اللي هو equals mx. بس يعني انت من الاخر عايز تقول ان ال a equals هتعمل d times، يبقى دي هنا negative nx plus x، وودي لي دي هناك، يبقى هتبقى عبارة عن mx plus nx minus x. يعني من الآخر ال a equals x times m plus n minus 1. صح الكلام؟ صح الكلام. طب ما تيجي نفضي مكان، علشان هو باين عليه سؤال زي الفل كده وهياخد مننا مساحة حل، فبدل ما اروح وارجع يبقى احنا شغالين صح. دلوقتي ايه المعلومات اللي انا وصلت لها؟ ان d equals negative x، وان ال a equals x في m plus n minus 1. يلا بقى نجيب ال tm plus n. ادي ال tm plus n equals كام يا جميل؟ a اللي هي عبارة عن x في m plus n minus 1 plus n minus 1 اللي هو الاوردر اللي هو m plus n minus 1 times ال d اللي هي times ال x. خلاص طيب لحد دلوقتي تايمز نيجاتيف اكس سوري اللي هي دي بنيجاتيف اكس، يبقى دي نيجاتيف اكس، يبقى ده ايكوالز كام؟ اكس في ام بلس ان ماينس 1، وهنا نيجاتيف اكس تايمز الكلام ده، يبقى نيجاتيف اكس في ام بلس ان ماينس 1. ايه ده؟ ده طلع الكلام ده كله بزيرو، لان ده ايكوالز ده، يبقى الكلام ده كله في الاخر يطلع زيرو. نروح نشوف السؤال اللي بعده. السؤال طبعا الأسئلة مش منطقية خالص وصعبة شوية، ولكن ما فيش مشاكل، أديك بتكتسب شوية خبرات. The length of the side in right angle triangle is an arithmetic sequence. Then the common difference equals كام؟ هو مديني the length of hypotenuse equals كام من الهايبوتنس؟
هو ال length of three sides in arithmetic sequence، يعني أنا هقول إن ال three sides عبارة عن a و a plus d و a plus 2d. جميل جدا جميل جدا. هو عايز relation between the common difference وال hypotenuse. common difference ومين؟ وال hypotenuse. طيب مش هو right؟ طبيعي إن ده أكبر واحد، يبقى ده هو ال hypotenuse. يعني أنا أقدر أقول إن a power 2 plus a plus d all power 2 equals a plus 2d all power 2. يبقى دي a power 2 plus a power 2 plus 2ad plus d power 2 equals، نعمل ده power 2، يعني a power 2 plus 2 times the first times the second before ad plus 4d power 2. خلاص؟ هي دي الريليشن اللي عندنا. يلا بقى نعمل simplify. ادي simplify بتاعنا يتعمل ازاي يا جميل. ال a power 2 مع ال a power 2 راحوا، وهنا في فضل a power 2 تاني ماشي، وهنا 4d power 2، وهنا 2ad. يلا نركز ال equation شوية كده في سايد واحد، فهتبقى a power 2 واحدة، وهاتلي ده كده يا جميل، هيبقى 2ad minus 4ad يبقى negative 2ad، وهات ده هنا يبقى negative 3d power 2 equals كام؟ equals 0. خلي بالك الموضوع سهل، هنا هتعمل a، هنا عندك ال a power 2 minus ده، يبقى هتعمل له factorization، يبقى هتبقى عبارة عن a minus 3d في a plus d، صح؟ two numbers multiply بتاعهم negative 3 والsum بتاعهم negative 2، أو تحلها بالكالكليتر ADC ABC، طبعا ده equals 0. فده معناه إنه الـ a يا إما equal 3d، ما هو ده a minus 3d equal 0، يبقى الـ a equal 3d، أو الـ a equals negative d. يبقى أنا عندي هنا في 2 expressions أو 2 values، يا إما الـ a equal 3d، يا إما الـ a equal negative d. طبعاً الـ a ما ينفعش يبقى equals negative d، لأن ما ينفعش يبقى السايد بالنيجاتيف، ما ينفعش يبقى السايد بالنيجاتيف، لأنك لو اعتبرت إن السايد بالنيجاتيف يبقى الدي، او لو اعتبرت ان الاي بوزيتيف والدي هتبقى بوزيتيف يبقى ده هيبقى اقل، وده مش ممكن، فهنعمل ريفيوز لده. يبقى الاي ايكوال 3 دي، يبقى هتروح حضرتك على طول تقول لي انه ذا لينث اوف كومن ديفرنس اللي هو الدي والهايبوتنس ايكوالز كام؟ الدي اللي هو الكومن ديفرنس دي، طب الهايبوتنس ايكوالز كام؟ هشيل الاي واحط مكانها 3 دي، فهيبقى 5 دي. يبقى ده الهايبوتنس وده المين؟ الكومن ديفرنس. هو عايز الكومن ديفرنس ايكوال كام من الهايبوتنس؟ ما دام ده 1 وده 5، يبقى 1 اوفر 5 اللي هو الاختيار مين؟ دي. نشوف بقى السؤال الاخير. طبعا الثلاث اسئله الاخيرين دول هيخلوكم زي الفل، يعني هيخلوكم تحبوا الدرس قوي، بس ما فيش مشاكل. طبعا ليه السؤال الاخير؟ عشان في بارت سكند بارت للفيديو هيبقى فيه الارثمتيك مين، يعني في بارت مختلف مستقل هيتحل فيه الارثمتيك مين، لكن مش هيبقى دلوقتي، يعني بعد ما نحل الاكسرسايز بتاع التريج وبعد كده ننزل الارثمتيك. هنا بقول لي if the first term in the arithmetic sequence equals 2. طيب ال quotient of division of seventh term، seventh term يا جماعه اللي هو a plus 6d over third term اللي هو a plus 2d، تمام، equals 2 والريميندر 8. يعني ايه 2 والريميندر 8؟ يعني في عندي 2 plus اللي فهيفضل الريميندر من الديفيجن ده هيبقى عباره عن 8، يعني هيبقى 8 over a plus 2d. كده فهمنا ولا لا؟ او هنقول ان ده plus 8 هيديني 2، تمام؟ بس سيبك من الكلام ده، خلاص يبقى الريميندر عندي 8. طب ما تيجي نسبستيتيوت ال 8 ب 2، يبقى هتبقى 2 بلس 6 دي اوفر 2 بلس 2 دي ايكوالز 2 بلس 8 اوفر a بلس 2 دي. صح كلام؟ صح كلام. هتودي ده يا جميل هناك، يبقى انت هتقول انه 2 بلس 6 دي ماينس 8 اوفر 2 بلس 2 دي ايكوالز 2. يلا كروس مالتيبليكيشن، يبقى على طول يا جميل هتقول انه ادي 2 plus 6d minus 8 equals 2 times 2 ب 4 و 2 times 2d ب 4d. جميل جدا، لحد دلوقتي كده ممتاز جدا، انا اقدر احسب ال d. يبقى على طول يا جميل هتجمع لي الديهات مع بعض، دي هتيجي هنا عند ال 6، يبقى تبقى 6d
minus 4D equals 2 minus 8 بنيجاتيف 6، هتروح هناك بلس 6 مع ال 4 تبقى 10. طب ما هو 6D minus 4D ب 2D، يبقى 2D equals 10، يبقى D equals 5. طب أنا خلصت لسه، هو عايز ال 14th. 14th 14th ده اللي هو equals A plus 13D، وال A ب 2 13D يعني 13 times 5 يبقى يطلع كله ب 67، اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار B. ده كان question number 55 تقريبا. 55 ده هو احنا قلنا اخر حاجة ولا لا زال هناك شيء اخر؟ لا خلاص هو ده اخر حاجة وكفاية جدا كده، اللي هو احنا قلنا الاجابة كام؟ 67 اللي هو الاختيار B. خلاص تمام يا جميل. معلش هو طبعا الموضوع مرهق، وبالاضافة بلس بقى موضوع التطبيق وكده، بس اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا القصة. الأسئلة الأخيرة، آخر 3 4 5 أسئلة كده فيهم أفكار تقيلة شوية، عايزكم تركزوا. لو أنت عايز تعرف أنا عملت إيه في السؤال الأخير برضو تاني، هو بيقول إنه مش عارف الـ 10th term ولا مين ماينس مين، الـ quotient of division of 7th by the 3rd، أدي الـ 7th وأدي الـ 3rd. quotient of division يعني الناتج بـ 2، طب والـ remainder، الـ remainder ده بتاخده اللي هو الـ 8 over مين؟ over الـ denominator زي ما هو اللي أنت عملت له divide. بس هي دي يمكن الفكرة اللي قد تبدو غريبة بالنسبة لك. وكده يبقى خلصنا الجزء الأول من الـ exercise. إن شاء الله هيبقى في حل trigonometry، هنحل أول درس أو أول درس تاني درس، وبعد كده نرجع نحل بقية الـ exercise ده، لأنه إحنا بس مرتبطين بمواعيد امتحانات الشهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.